هاي حلقة جديدة واسبوع جديد واخبار جديدة. ضيفي مثل ما بتعرفوا اعلامي عرفتوه من هالشاشة، من الشاشة الاو تي في، رواد ظهر، تنحكي عن كل شيء. صراحة الاسبوع الماضي كان ميت، يعني ما في اخبار جديدة، يعني مثل ما بقولوا اسبوع بايخ، بس ضل لاقي شيء. هلا كان في مقابلة مع سمير، يعني لو ركزت عليها شوي كنت لقيت لي شيء 10 خبريات، بس صراحة زهقني انه هن ذاتهم. طيار كذاب، جبران كذاب، بس نبيه بري حبيب قلبي. طيار غطى الحزب، جبران بيعمل شو ما بده الحزب، بس هو بيتواصل مع الحزب. يعني زيت الاخبار، زيت الخبريات، هن ذاتها. يعني ناطره تينزل شيء جديد على السوق يعني تحطه، عرفتوا؟ يعني مخرج حسيت حالي، يعني حسيته اليسا. نزل شيء جديد على السوق، حط له اياه هون. مش بس هيك، ناطره اول ما ينزل شيء جديد رح اعمل مثل هولي، يعني كيف بيعملوا بالاذاعات، بس 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 على ساركاز، بس بس ناطرينك. الاسبوع الماضي كمان حزب الله ربح، ايه ربح ربح، وطلع الاول كمان. لا هيدا مش حكي اعلاميي الحزب ولا اعلاميي المنار. حزب الله ربح وطلع الاول باعتراف استراليا واعلاميي استراليا. شوفوا side back in third, Al Matilda head first, went for home. Three lengths, Hezbollah coming after it. Further back, Al Matilda, Dolly Bird, and good crack from the back. The leader head first with 150 to go. Hezbollah's trying to chop it down. Hezbollah coming in head first now. Hezbollah moved up and took the lead in a well-deserved victory. Hezbollah will win the last to beat head first and good crack up for third, followed by Dolly Bird, Al Matilda. Further back of the field, Loose Belt, well back, healthy regards, had a tough trip. And last was Swiss Belt. Really knuckled down to the task. She'll get a well-deserved victory. بدي اخبركم شو صار. متسابق استرالي سمى حصانه حزب الله، ولبس يلي راكب على الحصان اصفر، واشترك بالسبق. صار المعلق الاسترالي يحمس حزب الله، حزب الله رح يربح، حزب الله عم يتقدم. هيدا اكيد لبناني، اكيد لبناني، يعني ما عندي شك ولا 1%. تخيل هلا المراهنين عم بيراهنوا على الحزب. على كل حال يلي راهن على خسارة الحزب لبنان وبرات لبنان خسر. كيف هاللطشة؟ هيك دغري. هلا الحزب ربح بالسبق بس خسر بمكافحة الفساد. كلنا بنعرف هالشيء يعني، بس لأول مرة بيعلنوها هن. وين قالها؟ مثل ما هي. شوفوا. مع الوزير بصراحة، يعني قدرت تحارب الفساد في وزارة الأشغال؟ أنا ما بدي حارب فساد. أنا ما بدي حارب فساد. ما بدك تحاربه؟ لا ما بدي حارب فساد. شو بدك تعمل له؟ أنا اشتغلت من أول يوم إصلاح. أنا ما بدي حارب فساد. إصلاح هو لحاله بيعالج الفساد. ليك محاربة الفساد إلها بدها قضاء. القضاء ياخذ، أصلاً في ملفات كثير بالقضاء. أنا اللي بعمله خليني صوب مسار كلامي مزبوط. أنا أي أحد بيطلب مني أي ملف طبعا القضاء تاني يوم بيكون عنده، بس انا فوت على الوزاره وحارب فساد وطلع ملفات قديمه، مش بدي بالشغله. بتضيع وقت على الفاضي. ليه بتضيع وقت على الفاضي؟ يا اخي في ملفات قديمه يبت فيها بعدين بيجي جديد. يعني انت مسؤول عن مرحلتك. صح. مع الوزير مع محبتنا يعني، بس شو بدك فيها الشغله؟ بس كيف بدك تعمل اصلاح بلا ما تحارب الفساد؟ هلا يلي بيقرا بين السطور بيعرف ليش ما بدك تحارب الفساد او ما بدكم تحاربوا الفساد. انا بعرف ليه وانتم بتعرفوا ليه، واصدقائنا شباب الحزب كمان بيعرفوا ليه كثير منيح. لانه محاربه الفساد بتعمل حرب شيعيه، فهمكم كفايه. هلا معالي الوزير منك مسؤول عن فساد غيرك، بس ما مش لازم تعطي القضاء يعني شو اسمه الوراق الثبوتيه وكل شيء بيطلبوا منك، انه اذا القضاء طلب، طب ما الانسان والمواطن والوزير الصالح اذا لقى شيء هو بقدمه للقضاء. هلا لو القضاء مقصر يعني، بس انه الوزير بيعمل واجباته، بس ما بتنلم. ليش الواحد يحكي ما بتنلم؟ ليش ما بينلم؟ ما بينلم الوزير حميه، اسمعوا منيح اسامي وزراء الاشغال يلي قبله، يعني ما راح بعد كثير من 2010 جي. ميشيل نجار تتذكروا لمين تابع؟ يوسف نيانوس لمين؟ مثل ميشيل. غازي زعيتر لمين؟ غازي العريضة لمين؟
طب ما تكون يفتح ملفات يحارب الفساد بقال له إزارة بالتحديد. اخ 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 انتشر صورة على الانترنت عن 100,000 شو كان تشتري بال 2019. مش عالكم شو صار تشتري هلا، شوفوا شو كان تشتري وقت ال 100,000 قبل انهيار العملة الوطنية. تانكة بنزين ب 24,000، تانكة مازوت 14,000، قنينة غاز ب 10,000، كيلو اللحمة 15,000، فروج ني 2 كيلو 8,000، 5 كيلو سكر 5,000، جالون زيت 5 لتر 14,000، 5 كيلو رز ب 10,000، بيعملوا 100,000. كنا كل هول نشتريهم 100,000، عم تتخيلوا؟ عم تتخيلوا شو كانت تشتري؟ هلا إذا بدي سكت ابني بعطيه 100,000. ما بتشتري له شوكولا، الكلوه شوكولا ما بتشتري له. هيدا عم نحكي من التسعينات يعني ل 2019، بس ما بنسى أهلي كيف شو كانوا يخبروا إنه كانوا يشتروا بيت ب 40,000 و50,000، كان معاش بي 50 ليرة، كان يعتبر منيح يعني بهديك الأيام. خسرنا أكلين ضرب مرتين، وبعد ما تعلمنا لا رح نحاسب ولا رح نتحرك ولا رح نعمل شيء. بكره اولادنا رح ياكلوا الضرب بعد مره وتصير ال 100,000 مثل الليره، اذا لقيناها نتركها سوفينير. مثل ما خبرتكم الاسبوع الماضي، الامم المتحده قررت تشترينا بمليار يورو، يعني كل شخص لبناني بيطلع له 14,000 شو؟ لا 14,000 دولار يا ريت، 14,000 ليره. 14,000 ليره كل لبناني سعره 14,000 ليره، يعني اقل من سعر رغيف خبز. لك الاحزاب تشتري اصوات اللبنانيه باغلى من هيك، انه عن جد مقصرين الاوروبيه. والاحلى هن بتقاريرهم اعلنوا ان لبنان صار دافع 50 مليار دولار عن النازحين. طب على القليل اعطونا هال 50 مليار تنقول انكم بدكم تساعدونا وانكم عم تكفروا عن ذنوبكم. هلا على الارض يلي شربانه دم من شهدائها من كل الطوائف ويلي استشهد كرمالها الالاف اذا مش الملايين، حقها مليار؟ هالأرض يلي صدرت أهم المفكرين والعلماء والمثقفين، حقها بس مليار؟ هالأرض يلي صدرت الحرف والأبجدية للعالم، حقها مليار؟ للأسف بعد في ناس ساكتة وناطرة زعيمة وحزبها تتحرك وناطرة الإشارة. للأسف إذا ما تحركتوا هلأ ممنوع بكرة تبكوا على وطن خسرتوا. هيدي الأرض يلي واجهت كل محتل من قبل التاريخ لليوم، من كل عقلكم تنباع؟ هيدا الشعب يلي واجه الغزاة من قدماء المصريين والأشوريين والبابليين والفرس والإغريق والرومان والعثمانيين والفرنسيين والسوريين والإسرائيليين وما بينهم، من كل عقلكم بينباع؟ هلا صحيح عنا كم تاجر نحن مسؤولية وكم مستفيد وكم بزنس مان، بس طويل عليكم تشترونا. الأسبوع الماضي كانت ذكرى عودة الجنرال على لبنان بال 2005، وما حكيت عن الموضوع لأنه ضيفي كان برات لبنان، تنحكي شوي عن هالمرحلة ونتذكر ونعرف خبريات خاصة عن العودة، ورح نحكي كيف صار التحضير للعودة من شخص كان له يد بتنظيم العودة، كل شيء نعمل بهالنهار. ضيفي ناجي خوري. هاي هاي شربين، كيفك؟ ماشي الحال؟ سبحان شكر الله. ناجي قلي في كتير عالم يمكن ما بيعرفوك، بس في كتير بيعرفوا مين ناجي خوري. بس هلا جيت بدي اعرف عنك انه في كثير اشياء هيك مو تكنيك يعني، فالافضل عرفني انت مين ناجي خوري. بلا وجعت الراس نقعد عيد في ساعه. انا بالمبدا كنت موجه حالي نحو الدبلوماسيه، بس اخذت شهاده الحقوق بال 77 ووقفوا الكونكورات تبع وزاره الخارجيه ورجعوا فتحوها من بعد 10 سنين. اوكي. بقى قلت انا بدي اتوجه للتعليم، طقطوا فيي الاسرائيلي، انا تلميذ جمهور، طقطوا فيي الاسرائيلي بس اساعدهم مؤقتا. قلت له اوكي، عملت كونترا مؤقت لكم شهر، اصبح اشتغلت 40 سنه معهم. رجعت انعشت الاميكال دي زانسيان، اصبحت رابطه القدامى من اهم روابط لبنان او اهم رابطه بلبنان وحتى بالعالم، لانه كنت نائب رئيس العالمي لقدامى المدارس الكاثوليكيه ورئيس الاتحاد اللبناني لقدامى المدارس الكاثوليكيه. هلا اشتغلت على الحوار الاسلامي المسيحي، وهيدا كان بفتكر نشاط المهم تبعي بحياتي.
اطلقنا عيد البشاره، مش احكيك عن عيد البشاره كله لانه قصه طويله. انا بدي باختصار نرجع نفوت بالموضوع الاساسي. يعني اطلقت عيد البشاره وجعلناه يصير عيد وطني، صار اول عيد بالتاريخ مشترك بين المسيحيين والمسلمين. بعدين طلب مني رئيس الجمهوريه انه يكون مستشار للحوار الاسلامي المسيحي، وقدم مشروع لاكاديميه الانسان للتلاقي والحوار، صوتوا عليه الامم المتحده ما عدا اثنين. ما حزرت انت مين؟ انا شايف صعبين، صعبين كثير، صعبين. لا 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 ما الاهم، الاهم انه انا الأشخاص. انا من الاشخاص اللي وقفوا بدون اي تردد حد رئيسهم، حد الجنرال والرئيس. بقى واكبت كل مسيره تبع الرئيس من وقتها ما وصل لهال، من وقت حتى من 88 87 88 عملنا العلم اللبناني صحيح اللي مضى عليه 127 الف شخص، انا وجروب كنا شيء 10 تقريبا، وعملنا كثير مشاريع الشعلي، وعملنا كثير مشاريع. ورحت على فرنسا كمان جربت اجمع اللبنانيه تحت، يعني كل المظلات اجمعهم تحت مظله وحده العلم اللبناني. رجعت على لبنان، قضيت سنه بس بفرنسا، رجعت على لبنان، وقبل ما يترك الجنرال عون من السفاره الفرنسيه فتت لعنده وقلت له شو قراءتي للوضع بفرنسا وشو معقول ينعمل بفرنسا. وسافر، راح على فرنسا، والتزمت انا مع بيير رافول. بيير كان منسق عام الطيار، وكنا بمكتب التنسيق مع جماعه لهم قدر وقيمه، مع الله يرحمه عاطف جبران، مع بريزيدون جريساتي، مع كثير ناس منهم توفوا الله يرحمه، بطرس عزار، بطرس حلو، حرام بطرس عزار بحبه كثير ما بدي اعمل فيها الضرب. بعدين المهم ما بدي يفوت بتفاصيله، انا بدي اعرف عن العوده. بقى العوده، العوده طلب تعين، هو ما بعرف كيف صار في بوربري بفرنسا عن العوده. تعين النهار 7 ايار، وعمل مجموعه الشباب جنرال وطلب منهم ينظموا العوده. بصراحه بقدر اقول انه خبصت شوي، خبصت شوي، لانه كل واحد على حماسه، كل واحد شايف العوده قصه كلها. صحيح. فصار كل واحد عنده مشروع. هنيك برا كان وقتها في مظاهرات بالاسواق بالداون تاون، بالتقى بكلودين، انا وكلودين وشانتال وميراي، انا كثير صاحبي. فبالتقى فيها بتقول لي دخيلك ناجي خابصه بقصه العوده، مش عارفين الشباب شو بدهم يعملوا، ما واقفين الا 3 جماع شهر تيرجعوا. تقبل تساعدنا ننظم القصة؟ قلت لها أنا مستعد، اطلبوا مني. قلت لها بس اطلبي الإذن من الجنرال، بتتصل بالجنرال بيقول لها جنرال أنا موافق، بس عندي شرط إنه ما حدا يتعاطى مع ناجي علاقتي أنا مباشرة معه. وهيك صار، صرنا نجمع الشباب ببيتها لكلودين، وأخذت كل المشاريع اللي اشتغلوا عليها حتى ما حدا يحس حاله برا. فاخذت كل هالمشاريع وفت على البيت، فلشتهم قدامي وجربت حولهم لمشروع واحد اللي نفذناه نهار هذا مع موافقه الجميع. وعملنا لجان، وكل لجنه اهتمت بشيء، ناس بالمطار، ناس تحت قررنا شو بدنا نعمل. عملنا لجان، توني اوريان اهتم بالتنظيم، بجنن توني، بجنن، مجنون الصبي بس مجنون من اللي بنحبه. ف
تون يهتم به بالمتحف، وعملنا مع الترومبات وهيدا شيء بليق بالمناسبة. بس أنا عرفت كمان كان بدكم تاخذوه على التحويطة. صح، أنا من مشاريعي وقت عملت المشروع كان بدي، لأنه أنا عندي ليت موتيف براسي أنه عن الوحدة الوطنية والحوار الإسلامي المسيحي. التحويطة رمز للتلاقي بين المسلمين والمسيحيين. فكرت نعمل يعني مجمع صغير هيك، رمز صغير، تمثال صغير مؤقت، ويجي رمزيا الجنرال يحط بوكي ورد عليه. ولكن الامن تبع الجيش منعوني، لانه المكان مكشوف على كل الابنيه بالوجه. كان في خطر امني يعني. وقتها في خطر امني كبير. كان في خطر امني او كانت حجه؟ لا لا لا، في خطر امني، في خطر امني فعلا، لانه ما تفتكر كل الناس عم بتهلل ومبسوطه بميشيل عون، ويلا اجى ميشيل عون وعارف شو، مع انه كنا نحن والانتخابات ثبتت هالشيء انه نحن كنا الاكثريه بلبنان، وفعلا الشعب واحد بده ينطلق بمسيره وحده وما بيهمون الطائفه. هلا من جمله الاشياء اللي صارت، مثلا كنت عم بحضر مع ميشيل الفترياديس وجان الفترياديس والشباب الله يوجه لهم الخير، عم نحضر الاحتفال اللي بده يصير بساحه الشهداء، لانه انعمل احتفال طويل عريض. ف بيتصلوا في من المطار بيقولوا ناجي دخيلك كروج، لك شو القصه؟ رح يجي جنرال بعد شوي. قال تعال تفرج شو عم بيصير هون. العالم فوق بعضها، مع العلم انه انا محبه، انا بمشروع صح من المحبه، بس بالاخر بدك تستقبله بلياقه. بقى انا كنت بمشروعي بدي انه يكون في شخص واحد يمثل العالي يستقبلوه على كعب الطياره، شخص واحد هيدا، شخص واحد من الطيار من الجيش اللبناني، ما مش الحال، ما فيك. دعوسوا بعضهم فعلا، وفي ناس صارت تنكت عم يشيل عون، اجا وبلش يفرجينا قد ايه معصب. ايه ما كان يعني عم بيخبصوا له اولاد بناته يعني. ايه تصور، وفعلا شيء مؤذي كان. المهم انه من بعد المطار راح حط البوكي على الضريح ونزل على المهرجان اللي كان، ونزل على الاسواق. الوقت دغري بيقطع الوقت، بس بعد بدي اسالك بس سؤال. زياره الحبس، زياره سمير جعجع بالحبس، كانت من تنظيمكم شيء؟ لا ابدا. هيدي بتعرف الجنرال بيقرر اشياء باخر تكه لوحده، وحتى اوقات ما بيطلب راي حدا، وجنرال سياسته انه ينفتح على كل الاطراف، حتى الناس اللي هانوه وضايقوه اكثر شيء. فبهمه الهدف تبعه لبنان، انه فتح على الوات، على الكتائب، على الحزب، على المستقبل، على الاشتراكي، على الكل، على الاشتراكي. على الاشتراكي بتذكر كانوا عاملين احتفال بالمختاره وانا ما قدرت اطلع معهم. بتلفن لي نورا جملاط بتقول لي ناجي دخيلك ليه ما طلعت؟ قلت لها ليه، عندي شغل ببيروت. قالت لي شو هالزلمه هيك، يعني مش عم بشوه كلامها، شو هالزلمه ولقاء كثير حلو وما بقدر اقول لك، هيك حاسين لبنان بهالطريقه. فقلت لها هيدا هو لبنان وهيدا اللي عم نشتغل عليه. بقى بدكم تمشوا قبل ما يكون تسونامي او بعد ما يكون تسونامي. قبل التسونامي، قبل التسونامي. ناجي بعد في كثير اشياء فينا نعرفها، بس انا هيك حبيت بس ضوي على الموضوع، ونطرتك من الاسبوع الماضي لهالاسبوع، لانه الاسبوع الماضي كنت مسافر. يعطيك العافيه. شو بدي اعمل؟ بدي اتشكرك وبدي اقول لك يعطيك الف عافيه. تسلم. وعلى امل لقاءات ثانيه معك. اهلا وسهلا. انا جاهز. ثانك يو. يلا بريك، وبعد البريك ضيفي الاعلامي رواد ظاهر، ما تروحوا لمطرح. مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفي اعلامي اشتقتوا له يطلع من شاشتنا، عم تشوفوا على السوشيال ميديا،
ضيفي رواد ظاهر، هاي كيفك شربل؟ منيح، مشتاق لك. وانا اشتقت لك واشتقت هون للمبنى وال ويلكم باك. شكرا شكرا. نبلش بالاو تي في؟ نبلش. ليش تركت الاو تي في؟ لك لا خلص. صرنا عادينا 100 مرة هيدي خلص. رواد شو؟ اول شيء عن جد عم نشوفك على السوشيال ميديا. ايه، ويمكن في عالم بيحضروا السوشيال ميديا يمكن ما بيحضروا السوشيال ميديا، بس كانت خطوه منك، يمكن انت من اول الاشخاص اللي نقلت على السوشيال ميديا. اول بلاتفورم على السوشيال ميديا كان نحن بالمباشر. صحيح، فتحت بلاتفورم ومش الحال، قلعت الحمد لله. الحمد لله يعني. خشب يعني، مش عيننا فيك يعني. هيدا خشب او شو هون؟ خشب خشب. منيح. انت متزوج من زينة ابراهيم. من زينة. هي سورية. صحيح. وعندك صبي ساري. اسمه ساري، علي خلي لك إيه. كيف هالميكس؟ ميكس بشو؟ ميكس لبناني سوري غير مسلسلات. لا هلا هو منه ميكس، اذا بدك فعليا بتطلع على المنطقه كلها بين لبنان والشام، واذا بتطلع وبتعيش جد وبتشيل الحواجز النفسيه يلي بيزرعوا لنا اياها من نحن وصغار، وانه في هيدي الحدود ووراها ما ادري شو فيه وقدامها ما ادري شو فيه، بتشوف انه نفس العادات نفس التقاليد نفس الثقافه نفس التركيب الاجتماعيه، كثير اشياء مشتركه، فبالتالي منه ميكس يعني، اهين بكثير كثير كثير من انه يتزوج مثلا حدا من اوروبا إيه او من امريكا او صحيح من اي مطرح ثاني. في عندك تقاليد هي ذاتها، في عندك هي نفسها ما كثير في فرق يعني، اذا ابن جنوب تزوج بنت البقاع او ابن بيروت تزوج بنت طرابلس او نفس الشيء، ابن جونه تزوج بنت شوف، هي رح تكون نفس الشيء، نفس الاختلافات. صحيح. ما كثير بتختلف الاشياء اكثر يعني. هلا بالموروثات اللي بتكون عندنا انه يي هيدا سوري وهيدا لبناني وهيدا سوريه وهيدا لبنانيه، ايه بتخلق عقد، بس هيدا زرعوا لنا اياها يعني. ايه لا، في كثير عيال يعني مثل ما انت قلت انه في كثير عيال ميكس و 100% يعني، واحسن من ما انه يكونوا يمكن فرد شو اسمه يعني. مش هيدا السؤال، ما كان هيك اكيد، بس انه السؤال هي انه خطوه هيك انه جريئه فينا نقول. هلا انت الان رحت عشت بسوريا. هلا كنت بين لبنان وسوريا لفتره. هي. خلال الحرب السوريه باطار الشغل، واطلع وانزل على الشام وحلقات وتغطيات وما الى ذلك. بس انه الخطوه انه حبيت زينه وتزوجنا يعني. وبتعيد عيدان؟ بعيد عيدان. هذا اللي عم بعيدني على حلقه الماضيه، قلت لك لا مرتي ارثوذكس طالعين نعيد بالشام، فهيدا ايجابيات مثلا شفت. اكيد انا ماروني هي ارثوذكس، فكل مره بنعيد بتاكل مرتين معمول تاكل 100% معمول طيب ايه سمنه حمويه هونيك يعني. 100% رواد اكيد انت عم تتابع الوضع بلبنان. اكيد الوضع الاعلامي، خلينا نحكي شوي، نرجع بنحكي الوضع السياسي ولا هيدا، بس الوضع الاعلامي يعني انت يمكن نقلت بالفترة اللي كان الإعلام فيها خلص يعني صار نازل نزول. هلا أنت حكي كذا مرة ليش تركت الأو تي في وشو صار وقتها، ما بدنا نرجع نحكيهم. أكيد يمكن هلا بيقولوا لا احكيهم، بس إنه خلص إنه قطعوا خلص خمس هي. سنين لا قديه ثلاث سنين ثلاث بس هن من 2000 من أيلول 2020 أربع سنين صاروا ثلاث سنين ونص هي تقريبا. بس إنه كمان اجت بوقتها، بس لو ما اجت يعني لو ما صارت هيك هالأشياء اللي خلتك تترك الأو تي في، كنت راح تفكر تنقل تعمل هالخطوه؟ ليك لقلك كثير صراحه، اياد خلاف صديقي وزميلي من 2017 بيقول لي لازم بلش مشروع على السوشيال ميديا ويكون عندنا بلاتفورم ويكون عندنا يوتيوب شانل، فانا اللي كنت عم ماطل من 2017 ل 2020، فليه عم ماطل ما بعرف، بس 2020 يمكن ما كنا نوصل يمكن بس صارت، وقتها اخذنا القرار انه تركنا الاو تي في ما راح نروح على مكان ثاني، واخذنا القرار واسسنا بالمباشر، وفعليا كان اول بلاتفورم او يوتيوب شانل عم تعمل حوارات سياسيه على اليوتيوب. بلشوا زوم بالاول؟ لا بلشنا بزيرو بادجت، امكانيات صفر، على تليفوني وتليفون اياد، كل واحد يصور حلقه سكايب وننزلها مثل ما هي، قطشه الانترنت بيكون فيها قطشه انترنت شو ما كان. لما صرنا مونيتايز صار في فارس انضم لنا، بلش يشتغل معنا مونتاج وجرافيكس وهي التفاصيل. بعدين من العائدات اليوتيوب جبنا المعدات، صرنا نروح عند الضيوف نصور عندهم. المرحلة التالية كان انه اخذنا مكتب بالمباشر وصار عندنا استوديو، فعلى قاعدة من دهن وسقيله مثل ما بنقول بالدارج، هيك صار يكبر بالمباشر. والحمد لله بعدنا عم نكبر لهلا شوي شوي، وانتشارنا اكثر عم بصير عربي مش بس لبناني بعد 27. جربتوا شوي انتم تفوتوا هيك يعني تطلعوا شوي من اللبناني، بس
مش كثير يعني انا بشوف المشاهد اوقات يعني بتحس اللبناني بعده اكثر شيء عندكم. ايه بس لا ليك بعد 7 سنين عن جد جبتوا ضيوف من سوريا؟ لا وبعدنا هلا مثلا كان عندنا ضيف من مصر، ضيف من السعوديه، نحن اسبوعيا عندنا ضيوف من محلات ثانيه، بس اوقات بيكون ضيف لبناني بس الموضوع اقليمي، يعني منا مشروطه بس بهويه الضيف شو هو، يعني بس على المشاهدين اكثر شيء المشاهدين هلا اكيد اكيد الثقل الاكبر هو ان كان بلبنان او لبنانيين بالخارج، بس كمان صار عندنا حضور من المغرب العربي، من مصر، من الخليج، وهي تحديدا بعد 27 زادت المشاهده بهذا الاطار. وهلا صارت موضه البلاتفورم، يعني صار في كثير من الزملاء كمان توجهوا لهذا الاطار. في منهم نجحوا، في منهم بعد ما نجحوا، في منهم انا عن جد بلشوا صح صح، مثل فراس ونانسي. طيب هالنقله ايه كانت مثل ما كنا عم نحكي انه هيك مخطوره، خاصه خلينا نحكي بالامور مثل ما هي ماديا، يعني بدك تنطر تبلش تطلع من اليوتيوب اللي هو الانكم الوحيد، يمكن ما بعرف غير اذا في شيء مناسبات ثانيه بيدفعوا تيطلعوا، بس انه لا نحن العائدات الوحيده بالمباشر تمويليا هي اليوتيوب وفيسبوك، يعني الاثنين اي اكيد، فانه المواقع التواصل المونيتايزيشن قديش كانت هيك يعني صعبه؟ اكيد صعبه، يعني خاصه هلا كمان لانه هلا نعرف ما اللي بيشتغل بهالاشياء بيعرف انه اليوتيوب صار له يمكن تقريبا من راس السنه خفت شوي نسبه المشاهدات. من راس السنه خفت كثير مش شوي يعني. هلا اكيد شغله اثرت، بقول لك اول شيء التحدي ايه لازم تصمد، هي بدها نفس طويل، بدها تحط براسك انه في خطين بدي امشي فيهم، او بروح بيع هوا وبيع موقف، يكون عندي ممكن تمويل سياسي، ممكن بيع حلقات، ممكن اعمل اللي بدي تطلع مصاري، او لا بدي اشتغل اعلام مثل ما انا بحب. بس هيدي عاديه انه في كثير بيعملوها حتى لو برنامج بيعملوها. يعني هي خطين ماشي. انت بتنقل بدك اياه، نحن فيها تكون مش على طول، هيدا قصدي فيها تكون مش على طول اكيد. نحن بالنسبه لنا كان عندنا التحدي انه بدنا ناسس بالمباشر ونقلعها ونثبت اسم ونثبت اسم بالمباشر من دون ما يكون في اي فضل تمويلي او مالي او سياسي لحدا علينا، وهيدا اللي نجحنا فيه بتخيل على 3 سنين ونص. ومشان هيك يعني كل فتره اذا بتشوف التعليقات كل فتره بيجينا مسبات من فريق وبيجينا تهم من فريق الثاني، فساعه بيعتبرونا الثوره ضد السلطه، ساعه بيعتبرونا سلطه ضد التغيير، ساعه بيعتبرونا التيار ضد القوات، ساعه قابضين من القوات لنسب التيار، كل بتشوف التعليقات في خليط من كل شيء. اوكي انت شو؟ انا شو؟ انا رواد ظاهر. اوكي عم خبرنا خبريك الا بس انه مني هي ولا واحد من اللي عديتهم بس ما عديت طيار. اوكي لا عديت طيار، لا السلطه ما قلت طيار، قلت لك منهم بفكرونا تيار ضد القوات ومنهم قوات لسبب التيار، عديت لك اياهم قلتها مرتين كمان. انا ما بدي اسمع عليها. عندك حساسيه هيك. جاك عروض مثلا من بلدان عربيه انه في شباب عملوا بودكاست ونقلوا للتلفزيونات العربيه؟ ايه اجى عرض واحد، يعني مش عروض، اجى عرض واحد بس ما اخذ قرار. خلص انت تبقى بالبودكاست؟ ايه اكيد، يعني انا حتى لو كان تلفزيون عربي عم نحكي، انا واياد اخذين قرار انه بالمباشر هو مشروعنا اللي عم نشتغل عليه لحتى يكبر. اليوم اي عقد ممكن يجيك اخر شيء مدته 2-5 سنين وبعدها شو؟ فنحن في مشروع عم ناسسه وعم نكبر فيه، فهيدا التارجت تبعنا. من الاخر سؤال شو بركي انت بتفيدني، شو قصتكم بتتركوا الاو تي في بتصيروا ضد التيار، بتكونوا بالاو تي في بتجننوا على سلامتكم بنحبكم، طيب تنقلوا بتصيروا ضدنا، شو خبريه خي؟ أول شغلة. شو السر؟ اول شغله، لا وقتك كنت بالاو تي في كنت تيار، ولا وقت طلعت من الاو تي في سبيت تيار. بعد نفس الموقف انت من الاشخاص لو سبيت طيار ما كنت أوكي. عندي بالحلقه انا بطرح اسئله على اي ضيف بيكون معي، وحتى اذا بتلاحظ انا يمكن من الناس اللي كثير ما بيكتبوا موقف على السوشيال ميديا، يعني بتفوت على تويتر عندي في دعايات حلقاتي، حتى لا بحط معايدات ولا بحط موقف سياسي ولا بحط شيء، تفاديا انه ما بدي افوت بنقاشات مع حدا، موقفي وقناعتي انا حر فيها وما حدا له معي، ومن ما بدي ناقش مع حدا وما بدي اعمل دعايه لحدا. فمشان هيك اذا اللي بيعتبره مش انت اللي بيعتبره السؤال هو تهجم، هي مشكلتهم. نحن شعارنا بالمباشر السؤال حق بل واجب، فهذا واجب انه السؤال مش عم تهجم الطيار بس انت صرت عم تنكر انه انت طيار مع العلم انه وقتك كنت بصوت الغد كنت على راس السطح تقول انت طيار. انا وين؟ في كثير زملاء خبروني كنت على راس السطح تقول انت طيار. اعطيني زميل واحد اعطيني اسمه. اذا بعطي اسامي بفضحهم. لا اعطيني لمصداقيتك لا انت بتعرف هالشيء. الزملاء كلهم انت بتعرف انه انت كنت محسوب على الطيار.
في فرق محسوب اذا عم بشتغل مؤسسه اعلاميه للتيار، وفي فرق كون انا تيار. انا فيك تسال هلا ايام ما كنت بالاو تي في، اطلع هلا طبقين على نيوز روم، اسالهم شو كانوا عيطوا لي. شوفوا لنا مين في شباب، اسالهم شو كانوا متهميننا سياسيا. كنت والله انا حسب ما خبروني، حسب ما انا كنت بعرف يعني، انا كنت تابعك، كنت انت هالقد، كنت تابعك انا، كنت هالقد انت. ايام وليد انت حتى بعدين صرت فجاه قريب من القوميه، بعدين صرت ثوره، بعدين لا بلا. اول شيء لحظه هلا التغيير مش غلط، اول شيء غير غير المهم ترجع على الاساس بعدين اذا برجع على الاساس ما برجع على التيار. لا برجع اقول لك بكثير وضوح، حتى ايام ما كنت بالاو تي في كانت التهمه من كتار، وحتى شوف ايام ما كنت بالمباشر على الاو تي في لاحد المساء كان كتار ينتقدوا انه ليه حاطينه شو ما في ناس تيار، شو ما في ناس تيار طلعون على الشاشه وهيدا عامل معركه ضد التيار، فكنت هون وكانوا يتهموني بهيدا التهمه، وهي بقول لك انه هي بس مجرد اني بطرح اسئله، ماني عم بعطي اراء. الفكره الاساس انه بحسه عليه، بحس بنطرح الاسئله بحسه عليه. لا لك لا لك شغله الناس ذكي، لا لك شغله. انا عندي سلسله مبادئ بالحياه السياسيه، في اقول لك اياهم يلا وفيك تشوف انت. خلينا اقول قبل، انت مقتنع بكم شغله من فكر انطوان سعاده؟ انطوان سعاده صحيح مقتنع بموضوع فصل الدين عن الدوله، اوكي، بموضوع دولة مدنية واكيد ما يكون في اي محاصصة طائفية وما يكون فيها شيء ديني. مقتنع انه اللي انعمل بسايكس بيكو هو لتجزئة هذه المنطقة واضعاف كل البلدان اللي نشأت جراءها وخلقوا شرذمة بين الشعوب، اذا بنتواصل مع بعضنا بنعرف انه منا موجودة. ما ضروري نرجع نضم المنطقة كلها اليوم، بس ما في شيء بيمنع يكون في نوع من اتحاد مشرقي مثل ما في اتحاد أوروبي، مثل ما في الولايات المتحدة الأمريكية. فهو أفكار أساسية بالنسبة لي، عداية لإسرائيل أكيد هيدا على راس السطح، فهو مبادئ أساسية بالنسبة لي بالسياسة. فمشان هيك أي فريق طائفي يتعاطى السياسة من خلفية طائفية ما في يكون معه بالسياسة الداخلية، الداخلية ما بكون معه. بس إنه مثلا ليه تقول أنت إنه العلمانية والدولة المدنية والعداوة لإسرائيل، طب ما هو حركة أمل كمان بتقولوا يعني نبيه بري، أستاذ نبيه بري كمان هو مع الدولة المدنية ومع العلمانية ومع ضد محاربة إسرائيل، مع محاربة إسرائيل مع مش ضد، لا سوري يعني ضد إسرائيل يعني أوكي كي. وهو إذا ليش منك أملي مثلا؟ مش امل، مش انت منك قومي، ليش منك قريب منهم؟ مني قومي حتى، لانه لا في كثير حتى في الطيار عنده قصه العلمانيه والدوله اليوم المدنيه اليوم حطهم في كثير شيء اللي يمكن حزب الله يلي بعقيدته في شيء ديني اكيد عند الكل بيقول لك انه هو عنده هو ثلاث مبادئ اقل اثنين منهم يعني فكره العداء لاسرائيل مش عند الكل، ف عند الكل بتلاقيهم. طيب شو ما بتتفق معه مع الحزب القومي؟ كحزب كيف تركيبته، كيف ادائهم، كيف تحول لشق امني بدل ما يكون شق فكري، هو كلهم ما بلتقي معهم اكيد. يعني هو يعني انا اذا بدك بالافكار اللي حكيتها هي تنسجم مع فكره انطوان سعاده يعني، بس كحزب وهيك ولا مره كنت بالحزب القومي وغير معجب حتى بالاداء يعني تبعه يعني. طب انت تعتبر حالك اعلامي مستقل؟ ايه ما هيك؟ بس انا في مقابله معك انت من على اليوتيوب، بعرف اذا بتحضر في شيء اسمه بالمباشر. ايه بحضرها بالمباشر. ايه عاملين معك مقابله والله هيدي وقتها روزي. ايه كان برنامج رمضان. انه انت قلت انه الاعلامي المستقل لا في طعمه ولا في ما بعرف شو بيقطع مرور الكرام. اوكي انت بتعتبر حالك مستقل بلا نكهه قصدك؟ بلا نكهه صحيح. ايه في فرق بين تكون شو يعني مستقل؟ خلينا نبلش نفصل، في فرق بين بلا نكهه وبين مستقل. يعني هي فكره الحياده، حياده هو حدا بلا مبادئ أكيد. يعني ما بعمل شيء، انا عم اقول لك عندي مبادئ اساسيه، ايه عداء لاسرائيل، هيدي مش حياد، هيدي نكهه، هيدي لون، هيدي شيء واضح. الدوله المدنيه ورفض الطائفيه وادخال الدين بالسياسه، هيدي موقف، هيدا شيء واضح، هيدي نكهه. فهودي منن حياد يعني بهيدي القصه. في فرق بين الحياد وفي فرق بين الواحد يكون مستقل، المستقل هو غير تابع، يعني منه حامل مبخره ونازل عم يبخر لحدا دائما، منه جاهز يكون عم بزقف لحدا اذا غلط او يغض الطرف عنه اذا غلط، ولا جاهز يكون هيك يعني مين بقول له هش بقول له مش يعني. مؤخرا انتشر لك فيديو ايه مع كذا ضيف، بس اكثر شيء مع رامي نعيم، هلا معمول مونتاج عليه ومقصقص الفيديو يعني تنكون تنحكي الامور مثل ما هي. بس انه ما سكتت يعني، مثلا
لا قبل ما اسالك عن رامي نعيم، من اي متى بتستقبل ضيوف انت؟ اسره بيلقطون كانوا السوريه ويعذبون بالكبسه الكهرباء ويحطوهم بالدولاب، يعني ما انك هي بتستقبل هيك اشخاص؟ ليك رامي بعد يطلع معك رامي؟ ايه لا لا ما بعرف في له اذا بيحضر الفيديو، اذا بيحضر الفيديو لا لا ليك رامي بيعرفني منيح وبعرفه منيح وبيعرف انه ليك اللي سالته ما قللت اخلاق ولا افتريت. لا لا اكيد ما قللت اللي سالته هن اسئله عم بسالها لضيف. قال هو طب انه كان ايام السوريين يتعرض للتعذيب ومدري شو، بس ما نحن عكس الكهرباء انت كنت تشوفك على كرسه الدجل شايف الفيديو، فالطبيعي اساله عنه. هي المش طبيعي اني ما اسال. ومثل ما انتشر هذا لرامي، قبله كان في لشار الجبور قبل فتره لما يخرج لما كانت نائبه رئيس تيار، يعني في وفي غيره. لا لا رامي اكثر شيء لانه الاصل الاشياء اللي حكيها يعني في فيها اشياء يعني ما مش خياليه شوي. بس بيطلع معي اكيد يعني، وبعد الحلقه رجعت حكيته وما في مشكله يعني. ما بعمل عداوات مع حدا، ولا عندي يعني مش الهدف اني لا سجل نقاط ولا حطم حدا. بالعكس على الصعيد الشخصي بحترمه لرامي والتواصل القائم بيني وبينه وبعرفه من كثير زمان يعني. منا بتعرفه من وقت ما كان غير شيء، بعرفه من وقت ما كان معكم انت عرفتوني عليه. طب ليه؟ عن جد لما يكون ضيف، انه كذا ضيف اكيد صار قاطع عليك، بيكون بخط سياسي معين بيرجع انت عم تستضيفه عم بيكون عم يبرم على خط سياسي ثاني. انت كيف تتاقلم معه؟ يعني عرفت يعني مثلا عم نحكي، خلينا نحكي مثلا رامي نعيم، مثلا جوزيف ابو فاضل، انه كذا حدا بتكون مثلا زياد اسود بتكون عم تحكي معهم، انه اول ما تبلش مقابلاتك معهم بيكونوا شيء، بيرجعوا بصيروا شيء ثاني. بنفس الطريقه واسهل بكثير، لانه انا محاور مني جمهور سياسي. يلي جمهور سياسي مثلا بيتقبل انه رامي نعيم اللي كان بالاحرار رجع نقل صار الى جانب جبران باسيل وتقبلوه على شاشه الاو تي في. بنفس المنطق يلي مثلا مثل سيزار معلوف كان نائب بالقوات وصاروا يتقبلوه انه عم يلتقي بشكل دوري جبران باسيل، بمنطق اسهل بكثير. انا اخر شيء محاور، مني طرف سياسي، فالامور سهله، كل واحد حر بموقفه، وانا علي ناقشه بموقفه، غير او ما غير هي شغلته، بس مهم يعرف يبرر. هذا التغيير ضل في مصداقيه من حكيه؟ اخر شيء مشان هيك الاسئله اوقات بتكون اساسيه انه تنطرح لنعرف انه التغيير صار عن قناعه او لم يكن عن قناعه. شو شفت؟ بالنسبه لرامي؟ ايه انت شو شفت؟ انا معروف رايي. اكيد مش عن قناعه. شو؟ وعن شو لكن؟ عن مصلحه. شو مصلحته؟ ما بعرف، انت بتعرف، انت بتعرفه اكثر مني، انت بتستضيفه ثلاث اربع مرات بالجمعه. عليه بالجمعه بالجمعه لا لا هو من بدايه المباشره لليوم قد ايش؟ اربع مرات يمكن، يعني بس سنين ونص، اربع مرات او خمس مرات. لا عن جد قل لي انت شو بتحس؟ مصلحه او اقتناع؟ ليك تنكون منصفين، ما عم بحكي عن رامي، عم بحكي عن بشكل عام عن الاشخاص. اذا قصدك اللي كانوا مع التيار وبطلوا مع التيار، انا بفهم انه في كثير ناس انجذبوا للتيار الوطني الحر بفتره التسعينات بموقفه ضد الوجود السوري بلبنان، في ناس انجذبوا بشعاراته الاصلاحيه بين 2005 و2009 بدايه مشاركته بالحكم، في ناس تاملوا قبل عهد الرئيس ميشيل عون انه ممكن يصير في تغيير معين او اصلاح معين بخلال هذا العهد، بس التجربه كلها خلقت لهم نوع من احباط، خلقت لهم نوع من انه في شعارات وفي واقع على الارض لا يتماشى مع هذه الشعارات، فحقه يغير الواحد سبحان يعني. الله ايه، بس انه هيك يعني باخر العهد لما كل شيء في دول وكل شيء في ميديا قلبوا. هن كل واحد بقول لك كل واحد حر برايه، مهم وقتها بطرح عليه، كل واحد حر برايه، بس انه يعني انا بطرح عليه السؤال، انا وياك حتى سمعنا يعني، بس هيك عم نقدر انا وياك. لا ما عندكم مشاهدين؟ بلا، خاصة البرنامج منيح عم بيجيب منيح، يمكن حتى أكثر من شو اسمه غير برامج. والله؟ إيه، بس ما بدنا نحكي، ما بنحب نفوت بهالأخبار. ليه عم تعمل هيك أزمة داخلية بين بعضكم يعني؟ لا غير برامج على غير تلفزيون. غير تلفزيون. لا نحن ما بننافس بعضنا، بننافس غيرنا صرنا. منيح، يعطيكم العافية. في لعبة رح ألعبها أنا وياك. يلا. بدك تخرب من مال، رح ألقطك من ثاني مال. هات لنشوف. رح أسألك سؤال، رح تكتب لي اسم وانا رح اكتب اسم خليه ضيفك قهوه قبل. يلا 2 in 1 3 in 1 كابوتشينو. هلا انا في شيء بلا كافيين؟
بلا كافيين ليك صعب يعني جيب لك مي. بعمل لك كابوتشينو. طيب يلا كابوتشينو. دوقة هات لنشوف. طيب رح اسألك سؤال. يلا. بكتب لي انت الاسم. اوكي. نشوف. انت كمقدم برامج. ايه. شو البرنامج اللي هلا موجود على التلفزيون بتحب انت تقدمه؟ اكتب لي اسم ونرجع بنفسر يعني يمكن تقول لي مش كثير هيدا بس انه اكتب لي اسم. اسم. ما بدي افكر. هلا بقول لك صراحة ما بعرف بتخيل تصدقني يمكن انت مثلي انا ما بحضر تلفزيون بحضر كل شيء على اليوتيوب ترجع بتحضر طيب عم بتشوف بتذكر برامج ممكن عم بتشوفه على اليوتيوب في برنامج بدك عدد لك او خلص انت سمي تفضل خلص كتبت؟ زبط معك. والله صار الوقت بتحب تقدمه؟ هلا هي اللي قال لك انه فكرت برنامج سياسي لان اكثر شيء بيشبهني ايه. او كيف بدي اكتب احمر بالخط العريض بس مش مثل ما هلا صار مثل ما كان قبل ايه. المتردد يعني بحب البرامج الاجتماعيه بس انه الاقرب لي هي البرامج السياسيه فبين البرامج الموجوده على الساحه بالاعلام اليوم اللبناني فصار الوقت طب كيف بتشوف برنامج صار الوقت؟ او لو بعده موجود برنامج مع انه يعني ما عم قارن حالي فيه كشخص لانه عن جد هو بحترمه جدا بس برنامج سامي كلاب مثلا اي من البرامج اللي كنت تبعها على الجديد لما ايوه تبع لما كان الرئيس الرئيس او شيء هيك ايه مثلا هيك برنامج اكيد بحب اقدمه بس صار الوقت لانه هيك اكثر برنامج سياسي خطر على راسي وحلو التفاعل فيه بين قصه انه في جمهور وفي سياسيين اوكي كنت تعمل نفس الشيء مثل ما بيعمل مارسيل؟ لا انت غير شيء لان كل واحد عنده شخصيته يعني انه مين اللي كتب لي سؤال؟ هات ثاني سؤال مين؟ مين الضيف؟ ايه اللي إذا انزركت بدك تعمل حلقة بتمون عليه تحكي كتار بس زميلي واحد مش عم نسمي الباقيين يعني طيب نعطيهم كريدي عم بلبوك لا هلا هن مش قصة بلبوني يعني لأن لا هو أنت بتطلع حلقة أوقات ضيف بيعتذر أوقات في مليون شغلة بتصير يعني عادي مين هيك مثلا بتحس إنه هيدا ما رح يقول لي لا هلا هن كتار صراحة بس رح لقي لك اسم يلا طيب رح كتبت لك اسم بس بدي نوه قبل ما اقول انه هيدا الاسم وقت بقوله وقت بحكيه بيكون كمان عن قناعه لان بعرف معه حلقه حلوه يعني في كثير ضيوف بقولهم انه ممكن دق لهم بس بعرف انه تعبيه هوا مش انه حلقه حلوه لا أوكي. هو على الاكيد بيعطي حلقه حلوه مين لا فيصل عبد الساتر فيصل عبد الساتر مش جوني منير لان جوني طالع معك منيح لا طالع منيح بس جوني بالاجمال يعني ما كان في علاقه كان هون بالاو تي في انت وياك يعني جوني منير جان عزيز في علاقه معهم بالاو تي في من ايام ما كانوا مدراء اخبار فيصل عبد الساتر فيصل عبد الساتر فيصل بيعطي حلقات حلوه محضورة. بيعمل حلقه حلوه ايه يعني نقيت لك ضيف انه من الضيوف المتعاونين مع مقدمي البرامج وبتضمن انه ايه بيعطيك حلقه حلوه وبيلبيك بسرعه يا صفه هيدي مش ضروري تقول لي اسم لان بعرف ما رح تقول لي اسم مين الضيف يلي ما بيطلع ببرنامجك؟ في اقول لك اسم هلا جد؟ ايه قل لي اكتب لي هلا هلا بخبرك القصه يلا ما عم بيخطر على بالي انا اسم انه ما يطلع ايه هلا بقول لك مين خلصت؟ ايه انا ما كتبت شو كان بدك ما بعرف ما كنت اكتب انا قلت البلا اخلاق يعني لان صفه قلت لك بس انه لا عم بحكي انا لا انا ما بتبنى ايه لا 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 اقول شارل جبور بس ليه؟ لانه ما انه طالع معك منيح طالع معي منيح بس بعد اخر حلقه عملتها معه وهيك طلع بحلقه مع رالف معتوق على صوت لبنان واتهمني قال انا ببيع حلقاتي للمقاومه وقال انه عمل لي بلوك فاذا عمل لي بلوك يعني ما في يطلع معي اوف يعني ما في اتواصل معه ولا يطلع معي مع اني انا جاهز استقبله اكيد اذا انت ببيع حلقاتك المقاومه؟ انا ببيع حلقات المقاومه تنعرف بس كيف جاي طب ليه هيك؟ صار شيء انت وياه؟ ولا بشتري بالحلقة معروف وقتها بالحلقة الشهيرة انه هلا كمان كان في نقاش حول عدة اشياء بس هو معود على الاشياء كشعر يعني ما بعرف ليه انزعج يعني لهلا ما عندي جواب بس بركي صاير سنسيبل
ما بعرف، بس بوقتها قال انه عمل لي بلوك وهو منه عامل بلوك لحدا قبلي، فاذا عمل لي بلوك ما في يطلع يعني، مع انه انا هلا بقول انه انا اكيد بستقبله وبحب الحلقات معه يعني، صاير كذا حلقه كنت مستقبله قبل وبحب النقاش معه. غريبه. ايه طيب اذا قررت ترجع التلفزيون، ايه اي محطه بترجع؟ شو السؤال؟ انا بقى شو السؤال؟ اكتب لي اكتب لي. تنقوز علي. لا لا. شفتك شفت عيونك. اذا قررت بس قدامك انه بس وين قدامي هون اوكي. ترجع على الجديد؟ مش ارجع على الجديد بس لا مش ترجع على الجديد قصدي اذا بدي جديد؟ اذا بدي نقي كم حطات ولسبب واحد انه فيها تنوع سياسي منه موجود بغير محطات. يعني ما بتحس انه عندها هيك متركاج سياسي باتجاه معين؟ فيها تنوع اكثر من ال بي سي جديد؟ هيك هيك بشوفه. اه ولا ام تي في ما عندها هذا التنوع، عندها خط سياسي كثير واضح وحد. لا اكيد ما عندها تنوع. ايه فبالتالي أصلاً. يعني بحس هامش الجديد عندهم هامش اكثر من غيره. ما اقصد بيشبهني، انت سالتني خيرتني، ما هن المحطات الموجودين بلبنان عندك ام تي في وال بي سي وجديد واو تي في وام بي ان ومنار وتلا لوميار وتلفزيون لبنان. ايه ف بس في ناس راحوا على تلفزيون لبنان مثل الاعلامي وليد عبود. اكيد راح تلفزيون عمل خطوه كبير. يمكن كان لازم اكتب تلفزيون لبنان والله بتعرف. بتشيل عنك هيدا. طيب اذا خيروك شو بدك؟ اذا خيروك تكون هاو مع القوات ايه هاو مع حزب الله حصرا بين هاو اثنين. ايه بس هول اف حسب بشو؟ كل العالم بيكونوا قالوا اكيد رح ينقي حزب الله بس حسب بشو؟ لا انت بدك تقول لي، قل لي بشو بتكون مع القوات بشو بتكون مع حزب الله. هلا بالقوات مفهوم شيء. هيدا ليش عم تسالني حسب بشو يعني؟ لا ما لقلك يعني بموضوع القوات ما بحس ولا مره في يكون معهم بشيء، ما غير مقتنع بطروحاتهم. بكل طروحاتهم؟ ما بتلاقي مثلا شيء معين؟ انه انا قوات بلاقي يعني انت عندك النزعه تبع اليمين المسيحي بتحن. لا مش هالقد للجذور. انا بالنسبه لي مع القوات لا التقي بشيء، مع حزب الله التقي حصرا بموضوع المقاومه بس بالسياسه الداخليه لا التقي. ما بتلتقي معهم بالسياسه الداخليه للحزب؟ طب مع القوات ما بتلتقي معهم مثلا بهلا قصه النازحين؟ قبل شوي رجع لك لقصه النازحين. بلشت اعمل لك قبل شوي انه انا مع فصل الدين عن الدوله، فحزب أوكي. الله هو حزب ديني، بالتالي بممارسته السياسيه بالشق السياسي اللبناني عنده هيدي الخلفيه، فما في يكون عم بلتقي معه على كثير اشياء ممكن يكون عم يطرحها. بينما بشق المقاومة إيه ألتقي. سألتني عن موضوع النازحين، أكيد لا ألتقي مع القوات لسببين كتير أساسيين، أنه بقيوا 13 سنة بخط نقيض لطريق طرحهم اليوم لمعالجة ملف النازحين، ولما بلشوا بدهم يطرحوا ملف النازحين بلشوا شفنا الفيديوهات اللي انتشرت لشبابهم بنوع استفزازه يعني تعرض لا انساني واعتداءات وضرب وهيك، ومش هيك بتصير الامور يعني. فلا بهي انا عوني من 13 سنه ولا اليوم بهالاسلوب انا عوني. حلو خلصنا اسئله. بس طلعت بتلتقي اكثر مني مع القوات؟ لا انا الا ما تشوف شيء يعني ما بحكي عنه ما بضوع عليه يعني، بس انه انت بشو بتلتقي معه؟ هاو يقول الاسئله؟ بمحبه الحكيم. فكرنا في شيء اصعب. لا بعدين هوديك بعد في ثلاث سؤالات بالاخر. هيك بدنا نشوف. ايه ما نحن بنطلع شوي شوي ستيب باي ستيب. هيك بدنا نحكي عن النزوح شوي. يلا. شفنا انه خلينا نحكيها مثل ما هي الامور. من اول ما بلش النزوح من لبنان ما كان في غير تيار الوطن الحر عم بيقول خلينا نظموه. وقفوا سجلون خلينا نحكي بهالقوة هيدا. هلا كل فاقه شيء حلو يعني بلشت نشوفها نيجاتيف خلينا نشوفها بوزيتيف. بس انت مثلا كشخص اعلامي وبتاخذ افكار كل ضيوفك من هال كيف بتشوف الحل للنزوح بلبنان؟ يعني هلا صار حقنا مليار دولار. هي ما قصد حقنا او مش حقنا، هي الفكره الاساس في خلل بهيدي الدوله اللبنانيه قائم من طريقه التعاطي من 2011. بس بدي بلش نوه بشغله، المشكله منا فعليا بالنازح السوري او بالشخص السوري، لانه اليوم حاله العداء اللي عم بتصير بين السوريين واللبنانيين هي شغله كثير بشعه وكثير مرفوضه،
محاولة تصوير الموضوع كطائفة يعني المسيحيين هيك بدهم وهودي مدري شو كمان منا حالة سليمة، وبعض الممارسات غير الإنسانية منا حالة سليمة. هي القصة واضحة، في معايير محددة، مين فايت بطريقة نظامية ومظبط أوضاعه ومثبت أموره ومعه إقامة ووراءه سليمة، هيدا ما في أي إشكال. صحيح. مين مش فايت بهيدا الأسلوب فبدأ معالج الوضع تبعه، يعني منا حزورة. في دور للبلديات أول شيء بإحصاء الداتا، في دور أنه المنظمات والمؤسسات الدولية اللي عم تشتغل ما فيها تضل هي فاتحة على حسابها من خارج إطار الدولة. يعني اليوم لما بيحكوا أنه نريد منطق الدولة، ما بيكون منطق الدولة بناحية واحدة بس، منطق الدولة كمان انه ما في جمعيات قاعدة فاتحة على حسابها كيف عم بتمول. بس ما هي الجمعيات، بس انا مش دفاعا عنه، بس هي الجمعيات اذا بدك ميزتها انه ما بتقطع بالدولة بتروح دغري للناس 100%، وهيدا عم بيشجع او يثبت اذا بدك النزوح. اليوم اذا دولة بدها تضبط كل الداتا عندها وبدها تكون ماسكة كل هيدا الملف، ما فيها تترك الامور فالتة بهيدي الطريقة. التنسيق مع سوريا هو اكيد خطوة لابد منها ومنا عقدة، يعني اليوم السعودية عم تنسق مع سوريا، الامارات عم تنسق مع سوريا، مصر هي سوريا رجعت على جامعة الدول العربية وكله عم ينسق. ف منه حل سحر ساحر هيك وعينا بكره الصبح ما رح نلاقي ولا نازح بلبنان، بس في سلسلة خطوات بدها تصير. والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع اوروبا مش تكون بس لجذب مصاري او لنشوف والله شو بدكم لنرضيكم، بدها تكون بخطوات. بس ما بدك تقنع كمان هالنازح السوري انه يا خيي انت قاعد هون، اوكي قاعد يمكن بخيمه او هيدا، بس انه عم يدفع لك مصاري، هلا مش شيء حرزان يعني، بس انه عم بيطلع اذا عنده 4-5 اولاد عم بيطلع له يمكن $1000 بالشهر. طب هونيك ما راح يحصل عليها، مش لازم هول الجمعيات ومنظمات انه يدفعوا هالمصريات، مش عم ما يدفعون حرام يدفعوا لهم اياهم، بس انه يدفعوهم بسوريا. هذا اللي كنا عم لك عنه عن قصه ضبط الجمعيات. بس كيف بدك تقنعهم؟ ما عم يقتنعوا، هي المشكله. هي لانه مش هن كجمعيات، ممولهم ما عم يقتنع. يعني اليوم لما الولايات المتحده الامريكيه فارضه عقوبات على سوريا، لما الاتحاد الاوروبي كمان عنده شيء من هذا النوع تجاه سوريا، فهودي هن رادع يمنع عوده النازحين الى بلادهم. اليوم بفهم انه الوضع الاقتصادي والمعيشي بسوريا كثير سيء كمان جراء هذه العقوبات بمكان معين منه، فبالتالي اكيد وقت قلت لك عن قصه دور الجمعيات ودور دفع المصاري هذا اللي كان قصدي فيه يعني. طيب اخر سؤال قبل ما اسالك الثلاث اسئله اللي بقعد حدك هيك اسالك اياهم، شو رايك بالرد من الجنوب اللي عمله الحزب؟ هل انت مع انه الحزب يساند جبهة غزة من الجنوب؟ إذا ذاكرين منيح، كنت عم تقول لي أنت مع المعلم أيوة. إذا ذاكرين منيح الرد اللي صار ب 28 كان مزارع شبعة، يعني خارج إطار نطاق عمل 1701، فبالتالي حزب الله بهذا الرد لم يخرق ال 1701. الرد الإسرائيلي إجا على أراضي لبنانية يشمل القرار 1701، فبالتالي لبلش من هيدي النقطة أنه الخرق الأول إجا من إسرائيل بعد 28، عدا عن أنه أساساً يعني ما فينا نقول أنه كان ماشي الحال وإجت بعد 27 تخربطت الأمور. طيب بس كانت هادية الجبهة، في فرق تكون جبهة هادية وفي فرق تشوف أنه في عمل مستمر بانتهاك سيادة لبنان يلي هو فوق 30,000 شكوى أو خرق سجل إسرائيلي للأجواء اللبنانية. مش مختلفين. الخرق الطيران الإسرائيلي بيطلع تقريبا أسبوعيا بيقصف سوريا من الأجواء اللبنانية، فالأمور منا كانت مستقرة، عدا عن أنه تهديدات الإسرائيلية للبنان هي دائمة. وانا عندي شغله دائما هيك يعني بحب اتسلى فيها، كل يوم برجع شو كانت عناوين الصحف من سنه ومن سنتين، فاذا بترجع هلا من سنه قبل 27 كان كمان الاسرائيليين عم بيهددوا لبنان، فالتهديدات قائمه والامور قائمه، فبدل ما نتلهى اليوم ببعضنا انه لو الحزب رد ولو ما رد وشو عمل وما شو ما عمل، ما الاسرائيلي عم بيهدد وعم بيهدد. فبالعكس انا كلبناني بفكر اليوم انه المصلحة ما نكون عم نفتح بهيدا السجال بهيدا اللحظة، المصلحة اليوم نكون موحدين الموقف لحتى نجيب أكبر مكاسب ممكن. نحن بعدنا بحالة عداء، نحن في مشاكل كبيرة بيننا وبين إسرائيل، عدا عن أنه الجبهة مثل اليمن مثل العراق مثل غيرها هي جبهات عم بتساعد
انه اقله اذا ما بدي اقول عم تخفف ضغط عن غزه، عم تساعد العالم كله يكون عم يتحرك لينهي هيدا الملف. فبالتالي ما بتلهى بقصه لو ما رد حزب الله ولو رد بس رواد قادرين نحمل نحن يعني. اوكي انت عم تقول انه كانوا عم يخرقوا هيدا، بس قصد ما كان في ضياع هلا بالجنوب مدمره، ما كان في 300 شهيد، رح اقلب لك انا ما السؤال. كان في مليارات يمكن او ملايين دولارات بدها تندفع كان للعمار. قادرين نحمل نحن، قادرين نروح على المواجهه. طيب حرزانه لنا اذا بتراجع التصريحات الاسرائيليه من سنه، كان هدفهم الاساسي مع المقاومه الفلسطينيه يكونوا عم يقضوا على حزب الله، مظبوط، وشعار القضاء على حزب الله كانوا يرددوه دائما قبل 7 تشرين وقبل 8 تشرين لما حزب الله نفذ اول عمليه بمزارع شبعة. فبالتالي اليوم حدا قادر يقول انا بضمن انه لو حزب الله ما بادر ب 8 تشرين الاسرائيلي كان قاعد هيك عم يتفرج ويقول لنا برافو عليكم؟ بس لو بادر الاسرائيلي كان غير نظره تكون اي نظره؟ لا غير نظره بالنسبه لمين؟ بالنسبه لكثير من الناس اللبنانيه اللي هن مع المقاومه بس عندهم تحفظ على قصه هيدي. ليك انا بتخيل الجنوب. انا بتخيل اليوم اللي عم بصير بغزه كان ممكن يكون باي لحظه عم بصير على لبنان، ومشان هيك بقول الاجرام الاسرائيلي اللي بنعرفه من 48 لليوم واللي هلا عم نشوف بشاعه جديده من هيدا الوجه البشع، يمكن اللي خلقه بعمر صغير مش شايفين مش شايفينه، فنحن يمكن شايفينه بعناقيد الغضب، شايفينه الاجدادنا شايفينه بالمشاهد القليله اللي كانت تجي من 48 وهيك، نحن بالنسبه لنا عم نرجع نشوفه اليوم عن جديد. اليوم اللي عم بصير عم بيوعي راي عام غربي بجامعات امريكا باوروبا بكثير من البلدان حول العالم، ونحن عن جد قاعدين بعدنا عم نتلهى انه لو بادر حزب الله ولو ما بادر. في عالم كله عم يتحول اليوم وعم يوعى على هذه الممارسات وهذا الاجرام الاسرائيلي. فاقل بدي اقول لك خلينا نركز اليوم على هذا الاجرام، لانه النقاش بالموضوع الثاني ما راح يقدم ويأخر بالمعادله. ايه بس انه في عندك بلد راح يفوت بحرب طويله عريضه في قسم كبير مش اللبنانيين مش قبلانين. طيب والبلد كمان اذا هيك بقسم هلا ليه انا قلت هون؟ في عندي ثلاث اسئله هيك. ليه هو قريب يعني؟ ايه ليك. طيب في الافيك كثير برنامج يعني هيك ايدك بالكبايه دغري على وجهي. يلا انت ولا مره صاير عندك مشكل بالبرنامج؟ شو؟ بالمباشر اول حلقه على الاو تي في ب 9 تموز 2017 او تي في بلال دقماء واحمد شتاش كسروا بعضهم. بعدكم لهلا باليوتيوب عم طلعوا منه. اللي بيسمع بقول لا عم بحكي عندك على السوشيال ميديا، انت الان ضيف واحد يعني. لا عندنا جدل بزنطي، كان في ضيفين، ايه صاير في كذا مشكل بيناتهم. في مشكل رامي نعيم وطوني بولس، كان بعده رامي نعيم مع التيار وطوني بولس ضد، صار حديه كثير قويه. وفي مشكل كمان بعد حضور الرئيس السوري بشار الاسد القمه العربيه بين الصحافي السوري مجد، نسيت كنيته لمجد، وبين بلال دقماء كمان ركب مشكل. كانوا مع بعض؟ ايه هذا جدل بزنطي يعني؟ ايه بلبنان. لا انه مش كان اونلاين يعني. لا هون جدل بزنطي بيكون ضيفين بوجه. بتحب انت اذا صار بتحب يصير هيك الشيء؟ ما بحب، بس انه اذا صارت هي ضمن سياقه يعني، ما بحب المشاكل المفتعله، بس اذا صار مشكل ضمن السياق انه هي الاعلام يعني. طيب اول سؤال بدك تسميه لي بس، مين الضيف يلي ندمت انك استضفته؟ ندمت؟ ايه قلت يا ريت ما جبته مش عجيبه بقى. اف بتصير. بتعرف الصراحه ما ندمت؟ عن جد؟ ولا ضيف؟ ولا ضيف ولا مره يعني. انا اذا بتعدهم كم حلقه، انا مبلش كمحاور من سنه 2000 وكمحاور سياسي من 2006. كنت رياضه قبل ايه؟ كنت رياضه وكنت برامج فنيه وكنت برامج اجتماعيه، شو ما بدك قاطع، بس هو كلهم بين ال 17 وال 23. عم تبني هويتك الاعلاميه. من 23 بلشت سياسي، عمر 23 بلشت. عن جد ما في حدا هيك تندم؟ ولا ضيف ندمان عليه. طيب هذا بدي صوره تنزله على السوشيال ميديا. تفضل هات مجلس العادة او جلسة. لا عادي هيك مش مشكلة. مين الضيف يلي أكثر شيء بيعطيك معلومات تصدق؟ يعني تتكل على معلوماته لما يقول لك إياها. هلا في كتار، بس أول حدا خطر هلا على بالي دكتور وسيم بزي.
كل معلومة بيعطيك، مش كل معلومة، أكترية المعلومات اللي بيعطيك إياها. إيه يعني بيكون بعرف كمان كيف يقاطع معلوماته. علما بقول لك في كثير ضيوف يعني، بس أول حدا خطر على بالي. آخر سؤال، مين كانت، شو كانت أصعب حلقة عملتها؟ أصعب حلقة؟ إيه. بالتلفزيون أو بالسوشيال ميديا؟ حي الله أنت هيك. أصعب من أي ناحية؟ ما بعرف، إنه ما هي الصعوبة دائما أوقات بتكون الضيف بيكون موقع هيك غريب أو تحضيره أو ما بعرف، إنه في كثير أشياء. رح أقول لك الآخر وحدة، حلقة ميشيل سماحة. ليه كانت صعبة؟ لأن كان في تحدي كبير. إيه أكيد. يعني بوقتها إذا قلتها بأول حلقة، ميشيل سماحة وتوقف بال 2012، كان مفترض يكون ضيف نهار السبت. وهو توقف الخميس. فآخر بوست عنده على الفيسبوك كان حطه الأربعاء المساء، لأن أنا حكيته الأربعاء وحجزته للسبت، إنه سأكون ضيف رواد ظاهر على حوار اليوم على الأو تي في السبت 10:30 قبل 11:30 قبل الظهر. وبقى هذا البوست كل السنوات. فلما حكينا وتوصلنا مشان الحلقة اللي عملتها على بالمباشر، كان تحدي كبير. أول شيء عارف كمية الانتقادات اللي كانت رح تصير للاستضافة. ماني عارف هو قديه رح يحكي بالملف وقديه ما رح يحكي بالملف وقديه رح ناخذ معلومات، عدا عن انه هو اساسا معروف بقراءته للاحداث وربطه للمعلومات، فكمان هيدا شيء كان اساسا نقدر نطلعه بالحلقه. فهيك يعني كان فيها تحدي كبير. اذا اخذت حقها صارت يعني فوق على اليوتيوب صارت فوق ال 220,000. وعلى كل حال يعني جاي اجزاء ثانيه لها، يعني مثل ما قلنا هي كان حلقه تمهيديه لروايه كامله رح تجي. انا ما حضرتها بعد قريبا. شو نظرة؟ مش عم بحضر. هلا ببعث لك اللينك. مش لا عندي، ما تخاف متابعك. منيح. شو بس مش عم طلع، مش عم طلع كثير مني مصاري، مش عم بفضى احضر حلقه كامله. رواد انا بدي قيمه معنويه، انا بدي اتشكرك. ناخذها منك، ما بدنا قيمه ماديه. ثانك يو حبيبي. انا بدي اتشكرك دائما، القعده معك ممتعه. شكرا كثير. بعرف انه مش كثير تشرب كافيين يعني، بس انه بالمكتب عندك اكيد بيشربوا. شكرا شكرا كثير لك. هديه من كافي لوكس سبونسر البرنامج. كلك ذوق. شكرا لك ولالهم، وشكرا للاو تي في وللجمهور. يعني دائما المجي لهون. هلا كنا عم نحكي انه تحديدا هون بذات الموقع في مكتبي وقتها كنت بالاو تي في بقسم الاخبار. اخذت محلك. لا هون محل، صار محل ضيوف يعني. ثانك يو رواد. شكرا لك شربت. يلا باي، بشوفكم الاسبوع الجاي مع ضيف جديد.